طبيب شاب تقي، أثناء دخوله بوابة المستشفى التي يعمل بها لمح رجلا مسنا وبصحبته امرأة مقعدة على كرسي متحرك. ولما أنهى عمله تفاجأ بأنهما لا يزالان في نفس المكان، فاقترب منهما وعلم أنهما في انتظار ابنهما الذي ذهب ولم يعد، فاشترى لهما طعاما وزجاجات ماء، ثم أعطته السيدة ورقة قالت أن فيها رقم ابنها وطلبت منه الاتصال به حتى تطمئن عليه. فأخذ الطبيب الورقة فلم يجد سوى 5 أرقام، فقال لها: الرقم غير صحيح. قالت السيدة: لقد أعطاني ابني هذا الرقم وذلك الجوال كي أتصل عليه. أخذ الطبيب الجوال فإذا به هاتف قديم لا يوجد به شريحة ولا شحن، فقال في نفسه: حسبي الله ونعم الوكيل فيك أيها الابن العاق. وعندما سأل الطبيب رجل الأمن الواقف على البوابة عن ابنهما أخبره أنه أنزلهما من السيارة وأخبر المسؤولين بأن سيارة دار المسنين ستحضر لأخذهما، وبعد دقائق جاءت سيارة دار المسنين لتحملهما. وقبل أن تصل إليهما أخذهما الطبيب في سيارته وقرر رعايتهما هو وزوجته في بيتهما، وأخبر الأبوان أن ابنهما سافر في رحلة عمل طارئة وسيغيب بعض الوقت. وبعد شهر وأثناء وجود الطبيب في بيته فوجئ بشاب يبكي ويخبره بأنه الابن العاق لأبويه، وقال له: الشيطان جعلني أوافق على طلب زوجتي وألقي بوالدي لدار المسنين، وقد بحثت عنهما كثيرا حتى علمت من رجل الأمن أنهما عندك، أريد أن أسجد تحت أقدامهم ليسامحوني، لقد خسرت كل شيء بعد عقوقي لهما. وقد صدق الرسول القائل: ملعون من عق والديه. شعر الطبيب بصدق كلام الابن فأخبره بأن والديه لا يعلمان شيئا عن دار المسنين، وعليه أن يخبرهما بأنه عاد من رحلته لأخذهما لبيتهما. وكم كانت سعادة الوالدان عند رؤية ابنهما وهو يقبلهما باكيا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. تقول امرأة أمريكية: أول مرة سمعت فيها كلمة الإسلام كانت من التلفاز، وبعد عام من سماع هذه الكلمة استمعت لها مرة أخرى في المستشفى الذي أعمل فيه، حيث أتى زوجان مسلمان وبصحبتهما امرأة كبيرة في السن مريضة، وكنت ألاحظ على الزوجة علامات القلق والحزن على المرأة المريضة، فسألتها عن سبب حزنها فأخبرتني أنها أتت من بلد آخر مع زوجها الذي أتى بأمه باحثا لها عن علاج لمرضها العضال. وظلت المرأة تبكي وتدعو لوالدة زوجها بالشفاء، فتعجبت لأمرها كثيرا، وتذكرت أمي وقلت في نفسي: أين نحن من هؤلاء الناس؟
وأنا أمي قبل 4 أشهر أهديتها زجاجة عطر بمناسبة عيد الأم، ولم أفكر منذ ذلك اليوم بزيارتها. هذه هي أمي، فكيف لو كانت أم زوجي؟ لقد أداشني أمر الزوجة، ما شأنها وأم زوجها لتتعب نفسها من أجلها وهي شابة جميلة؟ وتخيلت نفسي لو أني بدل هذه الأم، يا للسعادة التي سأشعر بها. دخلت يوما غرفة الانتظار فإذا بالزوجة جالسة، فسألتها عن سبب اهتمامها الكبير بهذه المرأة، فحدثتني كثيرا عن حقوق الوالدين في الإسلام، وأذهلني ذلك القدر الكبير الذي يرفعهما الإسلام إليه وكيفية التعامل معهما. بعد أيام توفيت المرأة العجوز، فبكى ابنها وزوجته بكاء حارا، فبقيت أفكر في هذين الزوجين وبما علمته عن حقوق الوالدين في الإسلام، فطلبت من أحد المراكز الإسلامية كتابا عن حقوق الوالدين في الإسلام، ولما قرأته أصابني الذهول من هذا الدين، وعشت بعده في أحلام جميلة أتخيل خلالها أني أم ولي أبناء يحبونني ويحسنون إلي حتى آخر لحظة من عمري. إن هذا الحلم الجميل جعلني أعلن إسلامي دون أن أعرف عن الإسلام سوى حقوق الوالدين فيه، فما أعظم هذا الدين، والحمد لله على نعمة الإسلام. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أفٍ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين.